فعلا بيكي. دكتور ممكن حضرتك تعرفيني بنفسك؟ انا اسمي هبه رمضان، مدرس في طب الطوارئ والمدير الفني لقسم الطوارئ في جامعه اسكندريه، وده واحد من اكبر اقسام الطوارئ الموجودين في مصر، وزميل جامعه بايلور في الولايات المتحده الامريكيه. دكتور حضرتك عندك النهارده سبيتش صح؟ احنا النهارده في كارديو اليكس اول مره يكون في سيشن للامرجنسي ميديسن لطب الطوارئ، دي حاجه جديده كارديو اليكس بتقدمها السنه دي. التوك بتاعتي بتتكلم عن الهارت فيلير اللي هو الفشل في عضله القلب، بالذات انا بتكلم عن دور السونار في سونار الرئه في التشخيص المرض ده. الفكره ان احنا في الطوارئ دايما ما عندناش وقت، ما عندناش كل الامكانيات ان احنا نشخص، فدايما بنبقى مهتمين ان احنا ناخد حاجه سريعه ومش محتاجه خبره كبيره من الدكتور انه يعملها ورخيصه علشان نقدر نشخص فيها، ودي كانت فكره ان السونار لانه متواجد في اي مكان بسهوله. بس فالتوك كله هيبقى هل السونار انا اقدر استخدمه علشان اشخص، علشان اشوف العلاج بتاعي البروجريس بتاعي، العيان بيتحسن ما بيتحسنش، محتاج حاجه اكتر اغير، وهل اقدر استخدمه والبيشنت مروح اقدر اقول اه ده البيشنت فعلا اللي يقدر خلاص يروح البيت مش محتاج، ولا ده محتاج ان هو يبقى ادمتد للمستشفى ومحتاج يروح لا ليفل اعلى من الكير. ف اتس اول اباوت الترا ساوند. يعني كنا عايزين نعرف من حضرتك كيفيه استخدام السونار في التشخيص. بصي هو السونار العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه بتاع السونار العادي بتاع البطن تمام، فكان دايما لما تروحي يقولوا لك لا ده في جازس وبتاع، فالهواء ده معروف ان هو عدو السونار، عشان كده ما حدش كان بيفكر انه يعمل سونار على الرئه لان هي كلها هواء. فالموضوع كله جديد في العالم بقاله 8 سنين بس، ان احنا ازاي السونار الرئه اللي هو كان حاجه استحاله نعملها ان احنا ندور عليها. في حاجات معينه بتتشاف طبعا مع العيان جاي بيشتكي من ايه، تقدر تقول لنا هو النهجان او شورتنس اوف بريث اللي جاي بيشتكي بيها البيشنتس دي حاجه لها علاقه بالقلب ولا لها علاقه بالرئه، خصوصا في العيانين بتوعنا صعب ان هم بيجوا عندهم حاجه واحده، تلاقيه سموكر ودايبيتك وهايبرتنسيف وهارت كل الحاجات بقى، فاللي هو غير ايوه ليه بقى. فشويه بيبقى التشخيص فيه تحدي، واحنا بيهمنا جدا السرعه، فهو سريع لانه جنب العيان، التكنيك بتاعه مش صعب، العيان ممكن يعمله هو واقف وهو قاعد وهو نايم، فمش مش هنضايقه ان ده تعي او مش هيتنقل يروح في حته ثانيه، وبنقدر نشخص بيه ونقدر ندي علاج ونراقب العلاج ده نجح ولا لا او كده. فيعني هو حاجه جديده شويه في العالم، شويه كان في الانتنسف كير اكتر، بعدين امرجنسي ميديسن، دلوقتي كمان في الكارديولوجي. حضرتك شاركتي قبل كده في مؤتمر كارديو اليكس؟ انا شاركت كاتندنج، ما بشاركتش قبل كده كسبيكر لان هم اول مره يبقى المره دي في امرجنسي ميديسن سيشن. فكارديو اليكس من اكبر المؤتمرات اللي بتبقى موجوده في اسكندريه او يمكن في مصر ريليتد للكارديولوجي او كده، فمن من الايفنتس اللي بجد ريسبكتبل وبرستيجيوس، واي دكتور في اسكندريه او حتى في مصر بيبقى بيحاول ان هو يجي ويشوف ايه الجديد، حتى لو مش هيبقى سبيكر لكن نقدر بيجيبوا سبيكرز كتير جدا، اساتذتنا هنا من مصر او ناس من بره، خصوصا السنه دي كمان في سبيكرز كتير انترناشونال، فدي حاجه بالظبط، فدي حاجه كويسه. ميرسي ربنا.